اهلا وسهلا بكم في قناتي قناة فكرة. وان شاء الله هنتكلم النهاردة عن مباراة الاهلي وسيراميكا في الدوري الممتاز. يعني مش ما عنديش تعليق على اداء الاهلي، تعليق على اداء الاهلي بس انه ما فيش حدة هجومية، المهاجمين ما فيش هجوم اصلا. انت النهارده ما عندكش غير حسين الشحات هو اللي بيلعب، هو اللي بيمرر، وطبعا قفشه. طيب مين بينهي الهجمات؟ مفيش. شادي حسين لحد ما من اول ما نزل لغايه يعني اول ما نزل غيروا المدرب ما عملش اي حاجه، استمرارات كده وحاجات غير كده. برونو سافيو برضو يعني علامات استفهام كتيرة جدا جدا جدا. يعني مين تاني في الهجوم؟ مفيش حد ممكن يغير لك الطريقة، يعني يغير لك الملعب، يعمل لك الطفرة الهجومية، مفيش. دي مشكلة. غير كده عندك بقى التحكيم، حدث ولا حرج، ضربة جزاء لعلي معلول مش عارف ازاي ما اتحسبتش، هدف صحيح 100%، اتحسب داعي تسلل مش عارف ازاي. غير اني انا شايف من وجهة نظري ان ضربة الجزاء اصلا اللي اتحسبت على اللي هي كانت لكريم فؤاد اصلا المفروض دي اللاعب يطرد صراحة، يعني صراحة اللاعب المفروض يطرد طرد، لأنه ضرب في القدم، يعني ضرب صريح. بس ده كان تعقيب على المباراة. أما المدرب يعني ما زال لسه برضو مارسيل كولر عليه علامات استفهام برضو. انت الدقيقة 70 ومتأخر هدف، مفيش حدة هجومية. طيب نزل عندك مثلا حسام حسن، معرفش انت منزلتش ليه عبد القادر صراحة، كان ممكن يعني حتى ينزل مكان برونو سافيو، حتى لو انت هتخرج واحد مكان واحد، يعني مركز بمركز تبدل مركز بمركز زي ما شفنا. يعني كان من باب اولى ان انت تنزل مهاجم، تكتر مهاجمين في البوكس، دي برضه حاجة. تاني حاجة برضه يعني حتى الناس اللي كانت أنا مش عارف هما ليه ما بيدخلوش التمنتاشر، ليه ما بيدخلوش منطقة التمنتاشر، أنا مش عارف الصراحة. لسه الأهلي هو في النهاردة يعني في فقد نقطتين، بس الله أعلم هيعمل إيه في اللي جاي. يعني شكله كده ما فيش دوري السنة دي، وبطولة كأس العالم لو استمرنا على كده الأهلي هيخرج بفضيحة طبعا. مش عارف بقى يعمل ايه قصاد بيراميدز في المباراة اللي جاية، وربنا يستر. ده على المباراة بس، متنسوش اللايكات والاشتراكات.